ما في إنسان يتبرى بيأتي ضد، بالعكس صار في تعلق سلبي. العقيدة التوحيدية لا تعتقد بالأصل مثل اعتقادات المدارس الدينية. العلوم الباطنية علوم تأويلية، يعني الباطن تعتمد على الأثير. القيامة قيامتين. مساء الجميع. دكتور نواف، أنا عندي سؤال. نحن بحكمتنا بقولوا أنه نحن بهالوقت يعني داله إلا قيامة، هل له صحة هاي الكلام ولا سؤالي في أي إحراج؟ وشكرا على الاستضافة. القيامة في فيديو عم نرفعه على اليوتيوب، بده شي سنة يمكن ينرفع، بتعرف النت عنه كثير في صعوبة، وهذا محور كنا بدورة مغلقة، وعدد الدقائق اللي إله 4/4، طلع 44 دقيقة و44 ثانية بالضبط. ما عاد أتذكر إيش الجواب، أما بما أنه بتقصدي كعقيدة محلية بالقيامة، بالحقيقة ولا معتقد موجود ب ذهن إنسان ولا فكرة إلا ما إلى أساس بالوعي. ما بتجي هذه الفكرة إلا من اللاوعي. أما عاد كيف بتنفهم؟ على حسب النظارات أو المستوى اللي نحن فيه. فاللي مربوط بالزمن كثير متعلق بالماضي بمعتقدات ماضي، طبيعي إنه البندول يأخذه للمستقبل وينتظر القيامة بالمستقبل. أما اللي ارتفع عن مستوى الزمان وصار مع إمام الزمان، اللي قامت الحقيقة بنفسي وصار مع القائم بالحق، هذه يسموها قيامة في عالم العقل، أي عادت النفس إلى ربها راضية مرضية. هذا الكلام من صميم وضمن العقيدة التوحيدية. العقيدة التوحيدية لا تعتقد بالأصل مثل اعتقادات المدارس الدينية. أما نتيجة تأثر أصحاب المنطقة بالامتداد الديني، لأن هاي الجزيرة بيسموها جزيرة الغضب، جزيرة الغضب، ما بتلاحظوا بالرغم من الرسل والأنبياء قد ايه في أقل ما يمكن أن يقال تعصب، وأي تعصب معناته في تخلف بالوعي وفي جهل. فالوعي التوحيدي قيامته واقعي آني، اللي هي عبارة عن قيامة السيد المسيح. ماذا يعني بقيامة السيد المسيح؟ دوما بالوعي الروحي بدنا نفرق بين ثلاثيات وجود. الوعي الظاهري اللي هو وعي حسي، السيد المسيح قام، أي كان ميتا كجسد وقام. ما شاء الله على هذه المخالفة البسيطة اللي تعتبر بديهية، يعني إنسان ميت وقام. طيب ما هو بقي محدود بالحواس، يعني وبقي بجسد مادي، وعند بال الجمال بعده مو موجود. فيعني اذا هذه مربوطه بزمان ومكان، يسموها ظاهري. الباطنيه هي عباره عن قوه اثيريه. ما بتلاحظوا الان في انتشار بالروحانيات الحديثه والتواصل مع العوالم الاخرى، والانوناكي وفضائيين الزواحف الريبتيليانز، كل هذا اشارات لوجود طبقات بالكون. أما هذه خارجية الاهتمام فيها، والرسالة من الملاك الفلان وأني زرت العالم الفلاني، كله خارجي. هذه اسمها الباطني. العلوم الباطنية علوم تأويلية، يعني الباطن تعتمد على الأثير، تعتمد على قوة الفكر. قوة الفكر أقوى من القوة المادية. الفكر اللي هو الأثير بيجسد المادي، بالتالي هي تعتبر أيضا القيامة. قيامة السيد المسيح بفسروها البعض، تعرفي أيضا في مذاهب المسيحية أنه قام فعلا، واللي قام هو جسمه الأثير، ظاهرة طبيعية. كل الناس عم تقوم بقيامتها. إذا قارين كتاب أشباح وأرواح لأنيس منصور، كله مسح أيضا، وفعلا كل إنسان مسيح آخر لأنه في جسم أثير. بس بالوعي التوحيدي ما له علاقة لا بالأول ولا بالثاني، يستفيد من صراع الظاهر والباطن لتوليد نور الوعي الصافي. فبتصير القيامة هي حالة عرفان، بتصير القيامة هي الدعوة الهادية المهدية، هي عبارة عن وصول للمعلومة اللي مولدت لنا التعدد.
هي وصول للعقل الشامل. العقل الشامل اللي هو العقل الكلي اسمه قائم الزمان، قائم الحق، إمام الزمان. تصوري بالحكم التوحيدي هناك إشارات دقيقة غاية الإنسان أن يصل إلى حد الإمامة بمنزلته. ماذا يعني هذا الكلام؟ بده يصير بطباع العقل. طيب وشو في إشارات أخرى للقيام بهذا الوعي اللي عم بحكيه، اللي كثير طلعوا رجال الدين من كل المذاهب علينا شائعات وفتن بسبب هذه المعتقدات اللي بيعتبروها كفر وارتداد، وعلما بأننا منطلقون من جوهر المذاهب والأديان. في مصحف اسمه المصحف المنفرد بذاته، هذا المصحف من روائع ما خطت يد بشر من صلوات بيد شخص اسمه حمزة بن علي، واصل لملكة العقل الكلي، أي متفتح عرفانيا بشكل كثير كثير، واعي روحيا. الواعي روحيا، أي إنسان بيوعى روحيا، إذا قارين كتاب فلسفة الهند في سيرة يوغي بارمهانسا يوغاناندا، تعرفوا لما جرب الوعي الأحدي كيف صار. إذا بتعرفوا بالسير بيقولوا عن النبي إدريس إنه زار المجرات خطوة خطوة. ماذا يعني هذا الكلام؟ الوعي فوق المكان. الآن الفيزياء الكمومية تثبت من خلال نظرية التشابك الكمي، كوانتوم انتلجمنت، التشابك الكمي، أي إذا في إلكترونين متشابكين كموميا مع بعض، حاطين واحد هنا والآخر بأقصى الكون على بعد كذا مليار سنة ضوئية، إذا واحد منهم قلب باتجاه السالب الآخر رح يعرف مباشرة بنفس اللحظة. هاي اسمه الآن أساس صناعة الكمبيوتر الكمومي. هذا الاكتشاف العلمي رائع الجمال بالوصول لهذا الوعي الأحدي. يطلع الإنسان على كل ما في الوجود إلهاما، من عرف نفسه فقد عرف ربه، وعرف نفوس جميع الخلق. بالتالي هذه الحالة وصفها بالمصحف المنفرد بذاته الداعي الخامس، الحد الخامس، لأن حتى هي المعلومات التوحيدية يمثلها أشخاص بصراحة. يعني إذا نحن جينا اعتقدنا بالله، هذا اعتقاد، أما جيت أنت بالواقع الزمان المكاني بك تربى بمدرسي، فبصير في حركات، كل حركة وخطوة بتعطي إلهام للعقل الباطن، بالتالي فيما يسمى دعوات ومدارس وما شابه. انتهت الدعوة التوحيدية وانكشفت جواهر الكتب المقدسة، صارت الحكم التوحيدي عبارة عن ملخص للشرائع للكتب الدينية. تبرأت منهم، أي تبرأت شو يعني؟ تأخذ طابع عند رجال الدين أنها أتت ضد، ما في إنسان يتبرأ بيأتي ضد، بالعكس صار في تعلق سلبي. تبرأت الحياة، الرشيم الحي تبرأ من قشرتها الصلبة، لما بتزرع البذرة تبرأت من القشرة، إيش يعني؟ بدأ يتبرع بالوعي، بدأ ينمو، ما إجا ضد القشرة. تبرأت من كل المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات، يعني أنت بدأت تصعد بالوعي. لما بتجي ضد أنت ما تبرأت، هذا اسمه تعلق سلبي. كل إنسان منفكر فيه أو مذهب منفكر فيه بشكل سلبي، هذا تعلق ستولد عنده. بالتالي الحد الخامس يوصف لأبو إسحاق اللدي، أحد الدعاة أيضا اللي بيقي بأرض فلسطين، أرض فلسطين إلى خصوصية، عم يوصف له الحالة الإشراقية اللي دخلوا فيها جماعة العرفان بوقتها. ما هون أنهو رسالة وأكبر أنواع الخدمة اللي ممكن تقدمها الإنسان، خدمة هارمون، يعني خدمة وعي، هي أكبر خدمة ممكن أنك تقدمها لنفسك أو الآخرين، خدمة الوعي. بعد ما أنهوا بعد سنوات طويلة من هاي الدعوة، في إلهم أماكن، إما يصعدون للعالم اللطيف بموت فوري طبيعي، أو يشرقون، يذهبون شرقا إلى حيث الهيمالايا.
جزيرة شامبالا هناك، أرض روديسيا البيضاء، العالم اللطيف، عصبون موصول بالعوالم الأخرى. هذا النوع من التوجه دوما للشرق موجود بأعراف كثير شعوب. فعم بيقول له لأبو إسحاق اللدي: يا ريتك كنت معهم يا أبا إسحاق، ويريت شفت هالإشراقة اللي صارت على وجوههم لما صاروا بوعي، وعيهم الداخلي انعكس على واقعهم الخارجي، صاروا بعالم لطيف. فهذه هي القيامة الكبرى، قد قامت حقا، كانت وعدا منذ السنين. سماها إذن قيامة كبرى. القيامة قيامتين، إما كبرى وهذا الذي ينشده أي موحد، أو صغرى ننتظرها بشكل طبيعي بالمستقبل. أن بيعتقدوا بالقيامة إن هي عبارة عن خراب الأرض أو الدار أو ما شابه. حتى بيوصفوا لا بعد ما صارت خراب بيت مكة. يا جماعة هي رمزية، بيت مكة أي المذاهب الظاهرية. ولاحظ الآن المذاهب الظاهرية تحطمت، لأن احنا على اليوتيوب رح ننقل هاي الشيء على اليوتيوب بجرأة. نحن الآن بجرأة أصبحنا ما في أي حجاب بكلامي، ما في ظاهر وباطن، أتكلم عين الحقيقة. لماذا؟ طبيعة الزمن الآن كشف حقيقي، ما عاد في مجال أنه يظل الإنسان مثل النعامي مخبأ بالصحراء. لأن بالعكس في كثير إساءات للاحتفاظ بهذا المبدأ اللي باسم الاستتار بالمألوف والتقية وما بعرف. بالعكس الآن الوعي هو الحل، الوعي هو الحل، ما في شيء تستحي فيه. بالعكس نحن بدار السلام تعرفوا يأمها كل الجنسيات من كل المذاهب والأديان. فبالتالي هذه قيامة في عالم العقل، هذه قيامة حقيقية. هل يعني ما في قيامة بالمستقبل؟ الولد الصغير بيسأل لأنه متأمل. في حبيبي مبلا في، بس بتيجي بالمستقبل، وبيجي المستقبل عم تنتظر المستقبل، وبيمرتك بتعرفوا شو عملوا. وهكذا لما رموا البراميل وقامت القيامة وبدأوا يتوجهوا بهالليل للشرق، إجوا سيداتنا. إجوا سيداتنا ماذا تعني؟ هي عقيدة محلية. سيشرقون من عيننا الثالثة من العين البصيرة. تعرفوا أنه بالحكم التوحيدي في فصل رائع الجمال يقول: الحدود موجودون في كل عصر وزمان لمن طلب نجاة روحه. إذا اللي بيطلب نجاة روحه الحدود موجود. طب واللي ما بيطلب مش موجودين، بس بالفكر فكرهم موجودين. ففي فرق كثير كبير إذا بالاتجاه. شكرا للسؤال.